كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج وليد العلوي عن استلام الشركة مؤخرا ثالث طائراتها الجديدة من طراز بوينغ الدريم لاينر 7879. وقد أوضح العلوي في تصريحات صحفية أن الشركة ستستلم 5 طائرات أخرى من ذات الطراز مع نهاية العام الجاري 2018، يصل بذلك إجمالي طلبيات أسطول طيران الخليج إلى 10 طائرات بوينغ دريم لاينر 7879 و29 طائرة من طراز إيرباص A321، حيث سيتم استلامها على دفعات حتى عام 2023. وبعد تشغيل الطائرتين السابقتين على مطار هيثرو لندن، بين العلوي أن الشركة ستشغل الطائرة الجديدة على متن رحلاتها إلى مدينة كازابلانكا المغربية. وأكد العلوي أن الأسطول الجديد للناقلة الوطنية معززة بأحدث المنتجات والخدمات لضمان رفاهية وراحة المسافرين. استقبل مركز البحرين للمستثمرين 21 طلبا من مؤسسات ومنشآت تجارية طلبت تغيير أنشطتها أو تحويل نشاطها بتغيير شكلها القانوني أو تحويل فرع منها إلى شركات قائمة. قدرت رؤوس أموال المؤسسات والمنشآت التجارية بنحو 346 ألف دينار. وقد تقدمت كل من شركة أنقرة للعقارات كشركة ذات مسؤولية محدودة بالطلب لتغيير شكلها القانوني بتحويلها إلى شركة تضامن، إلى جانب تقدم شركة KPMG نيابة عن شركة إنجاز كابيتال التي تملك شركة ريال جروب للخدمات العقارية لتغيير الشكل القانوني لها بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ليصبح اسمها التجاري ريال جروب، حيث بلغ رأس مال الشركتين 250 ألف دينار و 40 ألف دينار على التوالي. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1714 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة المملكة، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في الأول من أغسطس المقبل. ويبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.98% مقارنة بسعر 3.94% للإصدار السابق بتاريخ 25 يوليو الجاري، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 101%. هذا وقد بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 ملايين دينار. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع قراءة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم الاثنين، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث تقدم مؤشر البحرين العام اليوم في إغلاقه ليقفل عند مستوى 1370 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.07%، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع عدة مؤشرات أبرزها مؤشر قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6,250,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 1,644,000 دينار تم تنفيذها من خلال 77 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية التي أقفلت على تباين بسبب ترقب وحذر المستثمرين نتيجة إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية.
نبدأ مع سوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع هامش بنسبة 0.02% مقفلا عند مستوى 8309 نقاط، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي التأمين وسلع طويلة الأجل. نتحول إلى مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.46% مقفلا عند مستوى 5363 نقطة، وذلك بتأثير سلبي من انخفاض قطاع الاتصالات والنفط والغاز. أيضا ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا في إغلاق اليوم بنسبة 0.29% مقفلا عند مستوى 4846 نقطة، مع ارتفاع لأسهم القيادية في البورصة من أبرزها قطاعات البنوك التجارية وأيضا الطاقة. فيما أقفل سوق دبي المالي بارتفاع كان الأكبر في إغلاقات اليوم بنسبة تقارب 18 نقطة مئوية مقفلا عند مستوى 2965 نقطة، مدعوما بارتفاع غالبية مؤشرات البورصة ويتصدرهم قطاع الاستثمار وأيضا العقارات. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا في إقفال اليوم بنسبة تقارب 14 نقطة مئوية مقفلا عند مستوى 4320 نقطة، بتأثير من انخفاض كافة مؤشرات البورصة العمانية. في الأخبار الخليجية أيضا، تراجعت التحويلات الشخصية للوافدين في السعودية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 16% لتبلغ 10.6 مليارات ريال مقابل 12.7 مليار ريال في الشهر الذي سبقه. ومقارنة مع شهر يونيو من العام الماضي، فقد ارتفعت تحويلات الوافدين الشخصية بنسبة 1.72%. يأتي ذلك فيما بدأت السعودية تطبيق برنامج لتوطين الوظائف بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي. أكد مصدر رسمي في شركة إعمار العقارية أن تسييل بعض الأصول في قطاع الضيافة وتحويلها إلى سيولة نقدية يصبان في مصلحة المساهمين عبر توفير رؤوس أموال إضافية لدعم خطط النمو للشركة في المستقبل. ووفقا لما نقلته صحيفة الإمارات اليوم، فإن عمليات البيع في طريقها إلى التنفيذ، إلا أن هناك عوامل أساسية تحكم عملية التنفيذ، هما التوقيت الملائم لعملية بيع بعض هذه الأصول والأسلوب الملائم الذي سيتم من خلاله تحويل هذه الأصول إلى سيولة نقدية تستطيع من خلالها الشركة تعظيم أرباح المستثمرين والاستفادة من هذه السيولة عبر خطط تنموية للشركة. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. السلطات السعودية تمنح مجموعة الراشد الرخصة السينمائية الثالثة. دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى توفير فرص للعمل وإيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة عبر إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الانتاجي الوطني. وقال محمد السادس في خطاب بمناسبة عيد العرش إنه يتعين على الخصوص العمل على إصدار ميثاق اللامركزية الإداري في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل. وتضمنت الإجراءات الواردة في الخطاب الملكي أوامر للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار داخل البلاد. ضرب شلل تام معظم الأسواق الرئيسية في المدن الإيرانية جراء موجة إضراب جديدة احتجاجا على الانهيار التاريخي للريال الإيراني. وقالت المعارضة الإيرانية إن إضرابا عارما انطلق في أسواق العاصمة طهران ومدن أخرى إثر تدهور سعر صرف الريال، وانخفضت العملة الإيرانية إلى 112 ألف ريال مقابل الدولار الواحد
بعد أن كانت 98,000 يوم السبت الماضي، وتخطط الولايات المتحدة إعادة فرض دفعة أولى من العقوبات الاقتصادية على إيران في 7 أغسطس المقبل، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من الانهيار العملة المحلية وتدهور الاقتصاد المحلي. أكد متحدث باسم دويتشا بنك نقل البنك جزءا كبيرا من أنشطته لتسوية معاملات اليورو من لندن إلى فرانكفورت، وتدعم خطوة أكبر بنك ألماني هدف البورصة الألمانية في اقتناص جزء من سوق التسويات لليورو من لندن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز أن الخطوة الرمزية تؤدي أو الخطوة رمزية إلى حد بعيد ولن تقود لنقل الوظائف. وقالت متحدثة باسم إدارة التسويات في البورصة الألمانية إن الحصة السوقية لها في الوقت الحالي تبلغ 8% من تسويات اليورو. بعد الأجواء الإيجابية المفاجئة التي سادت في اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلاود يونكر الأسبوع الماضي، انقلبت الأجواء إلى تكذيب وتكذيب مضاد. وبدأ الأمر بإعلان ترامب أمام مزارعين أمريكيين أنه فتح أمامهم للتو أسواق أوروبا، وذلك بعد لقائه يونكر. في المقابل ذكر يونكر إن الزراعة هي خارج الاتفاق وإلا لكان فشل على الأرجح حسب قوله. إلا أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن نوتشين أكد أن الزراعة تشكل بالفعل جزءا لا يتجزأ من المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. قال وزير الخارجية في الصين إن السياسة الأمريكية هي المسؤولة عن العجز التجاري التي تعاني منه واشنطن وانهيار المحادثات مع دولته. وصف وانغ يي تصريحات الولايات المتحدة بأنها مربكة، وذلك في مؤتمر صحفي أثناء لقائه مع نظيره البريطاني في بكين. وفي الشهر الجاري صرح ترامب بأن الولايات المتحدة يتم استغلالها على عدة أصعدة، منها التجارة والسياسة النقدية. وتمر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بتوترات راهنة بسبب مسألة التعريفات الجمركية التي تطبقها واشنطن على الواردات من بكين، وتمسك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالانتقام من تلك التعريفات. انضمت شركة السيارات الألمانية BMW لشركة تسلا برفع أسعار بعض طرازاتها من السيارات في السوق الصيني، وذلك في ضمن باكورة تداعيات الحرب التجارية. وذكرت الشركة أنها سترفع أسعار طرازيها X5 وX6 المصنعة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية لتتمكن من تغطية الرسوم الجمركية التي فرضتها بين واشنطن وبكين. وكانت تسلا قد قررت رفع أسعار سياراتها من طرازي X وS في وقت سابق من هذا الشهر لنفس الأسباب، ما قد يؤثر سلبا على المبيعات في الصين. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، منحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية الرخصة الثالثة لتشغيل السينما لاتحاد مجموعة الراشد إمباير سينما، الذي يسعى لإنشاء مواقع متعددة في عدد من مدن المملكة بواقع 30 دار سينما خلال 3 سنوات. وقد تم منح أول رخصة لتشغيل أول دار عرض سينمائي في المملكة لشركة AMC الأمريكية، فيما حازت فوكس سينماز على الرخصة الثانية لتكون من بين أحد المشغلين الأوائل الحاصلين على رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة. يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد وافق في شهر ديسمبر الماضي على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي
لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشيا مع رؤية السعودية 2030.